نحييكم بتحية الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا المساء الجميل، نحييكم في هذا المساء المغاير هنا في مساء الأشواط المفتوحة لسن المفاريد، متابعينا في كل مكان، يا من تتابعون قنواتنا السعودية الرياضية، قبل لحظات انطلق الشوط الرئيسي، الأول الرئيسي للقعدان المفاريد، هنالك 19 اسما مشاركا، شعارا مشاركا في هذا الشوط، مقدمة الشوط والمركز الأول، هنالك شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، يقدم لنا هداد على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، وخالد بن عبد الله بن طالب بن شريم من يتابع هذا الشعار. المركز الثاني هنا شعار الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، يقدم لنا نبراس 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 على المركز الثاني. مرحبا بأبناء مملكة البحرين، مرحبا بهذا الشعار الأخضر، بهذا الشعار الأحمر متابعينا الكرام. المركز الثالث وصل الفرتاج، الفرتاج يقدم لنا هذا البطل شامان شامان شامان، يصل على المركز الثالث أبناء المملكة وأبناء حايل على المركز الثالث. المركز الرابع هنا سعد بن سعود بن عيد العصيمي مع أسعد. المركز الخامس بن زيتون، يصل محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. لكن متابعينا الكرام لنا عودة إلى الشعار الأخضر، إلى الشعار الأخضر، إلى شعار المملكة، إلى الشعار الملكي. هنالك صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، يقدم لنا هداد، يقدم هداد هذا الشعار، يعرف للأشواط الرئيسية زي جيدا جيدا أبناء مملكة البحرين، أبناء دولة الإمارات، أبناء المملكة قادمين. لكن هداد، لكن هداد، لكن هداد، من هدى بالانتصار، من هدى من أجل النماز، من أجل الفوز، أبناء المملكة، أبناء المملكة العربية السعودية، سلام يا أبناء المملكة، سلام سلام للشعار الأخضر، للشعار الملكي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. مشكور يا ابن شريم، مشكور يا خالد، يا خالد، يا بن عبد الله، يا بن طالب، يا بن شريم، يا المري، من قدم لنا هذا الشعار الذي يعرف طريق الانتصارات جيدا. هذا الشعار وخير من يمثل المملكة العربية السعودية وأبناء المملكة في كل المحافل هنا يحضر في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي ولي العهد. تهانينا والنماس لمالك هداد على هذا الفوز والانتصار. هنا 3 دقائق 6 ثواني 88 جزءا من الثانية. سلام لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شامان بشعار الفرتاج، ما قصر هنا، خلف بن نايف بالفرتاج الشمري، توقيت هد شامان 3 دقائق 6 ثواني 37 جزءا من الثانية. المركز الثالث، من وصل على المركز الثالث؟ ثالث الأسماء متابعينا الكرام، من وصل ثالثا؟ شعار ماجد بن محمد بن حمد المري، من قدم لنا؟ أو شعار الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، أو شعار هنا شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة آل ثاني مع نبراس على المركز الثالث.
ثلاث دقائق ست ثواني، 61 جزء من الثانية. المركز الرابع هنا شعار محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الخامس هنا متعب بشعار محمد بن ماجد بن محمد بن حمد المري، يصل على المركز الخامس. متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والنومات لأبناء المملكة العربية السعودية، وخير من يمثلهم هنا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، من يحضر بهذا الشعار الملكي، الشعار الأخضر الذي يحضر في مثل هذه الكرنفالات. هنا مهرجان سيدي ولي العهد هنا في هذا الانطلاق الجميل في مساء هذا اليوم، وتهانينا والنوماس للمضمر عبد الله بن محمد بن شريم المري متابعا لهذا الشعار. متابعينا مشاهدينا، يا من تتابعون قنواتنا السعودية والقنوات الخليجية والقنوات المصاحبة لهذا النقل الحي والمباشر من هنا من ميدان الطائف، عروس المصايف هنا في مهرجان ولي العهد.